موضوعنا راح يكون عن تحضير الأوساط الزرعية وعملية الصب حسب الوسط الزرعي. فطبعاً الأوساط الزرعية اللي تنمو عليها البكتيريا راح تكون موجودة داخل علب، وهاي العلب مكتوب عليها اسم كل وسط زرعي. مثلاً هذا الوسط عندنا سويا بين كازين دايجست ميديوم، وهذا عندنا هذا الوسط نعتبره الوسط الشائع اللي تنمو عليه معظم أنواع البكتيريا، اللي هو وسط نسميه نيوتريانت أغار. وعندنا أيضاً وسط آخر أيضاً تنمو عليه أغلب أنواع البكتيريا اللي نسميه نيوتريانت بروث. نحن ذكرنا بالمختبر السابق أنه اسم الوسط اللي يجي بعده كلمة بروث، إذن هذا نعتبره وسط سائل. والوسط المكتوب الاسم الوسط اللي مكتوب بعده كلمة أغار، إذن هذا نعتبره وسط صلب، نحضر منه وسط صلب. طبعا كل هاي الأوساط تجي داخل علب تكون على شكل باودر. فكل علبة موجود بها الوسط يكتب طريقة التحضير، اللي هي مثلا يكتب عدد الغرامات اللي ناخذها، طبعا عملية الوزن بالميزان، كم عدد الغرامات وايش قد نضيف له ماء مقطط، هاي كلها مكتوبة على كل علبة. وايضا يكتب لنا المكونات مال كل وسط، كل وسط مكتوب على العلبة المكونات اللي تصنع منها هاي الأوساط. فعندنا هذا الوسط مثلا نحضر منه، مثلا كاتب لنا ناخذ 3 غرام بعدها نضيف عليها ماء مقطر لتر. فأنا مثلا ما أحتاج لتر، أحتاج مثلا 100 ميل، فأقسم 3 على 10 يطلع عندي عدد الغرامات لكل 100 ميل من الماء المقطر. فهسه راح أوزن، راح أشغل الميزان. أول مرة طبعا نصفر الميزان، نخلي الميزان على الصفر. بعدها راح أخذ الفلتر بيبر اللي راح أخلي عليها الوسط، أصفر الفلتر بيبر يعني ألغي وزن الفلتر بيبر. بعدها راح أخذ من الوسط اللي أحضر منه، هذا عندنا الباودر مثل ما ذكرتوا كاتب على العلبة 3 غرام باللتر، أنا أحتاج مثلا 100 ميل أقسم من 30 غرام باللتر، أقسم 30 على 10 يطلع لي 3 غرام لكل 100 ميل من الماء المقطر. فأوزن 3 غرام، أضيف إلى أن يظهر عندي على الشاشة 3 غرام. طلع عندي 3 غرام. بعدها راح اخذ الدستل ووتر اقيس الكمية اللي انا احتاجها اللي هي 100 ميل، اقيسها بالسلندر اللي نعتبره من الزجاجيات القياسية، اقيس 100 ميل من الماء المقطر طبعا. راح يكون عندي هذا الفلاس،
هذا الفلاسك اللي راح نحضر به الوسط الزرعي، أضيف الماء المقطر على الفلاسك هذا 100 ml من الماء المقطر، بعدها نضيف عليه الباودر اللي وزناه من الوسط الزرعي، نضيفه على 100 ml من الماء، بعدها أخلي الفلاسك اللي بيه الباودر والماء أخليه على الهيتر حتى يذوب الباودر بشكل كامل. وسط حضرناه اللي هو النيوتريانت اجار اللي يعتبر وسط صلب، حضرناه والى خليناه بالعليتر والى ان ذاب الباودر بشكل كامل. فبعد عمليه التحضير وذوبان الباودر راح نخليه بالاوتوكليف حتى يتعقم عندي الوسط. بعدها راح اخلي الوسط هذا اللي حضرناه داخل الاوتوكليف، طبعا الاوتوكليف راح يكون على درجة 121 درجة مئوية، والوقت 15 إلى 20 دقيقة، والضغط من الاوتوكليف راح يكون 15 lb. بعد ما خليت الوسط داخل الاوتوكليف راح اسد الكفر من الاوتوكليف سد محكم وأتركه إلى أن تنتهي 15 أو 20 دقيقة. بعد ما تنتهي المدة من عملية التعقيم أترك الأوتوكليف، ما رأساً أفتح الكفر من الأوتوكليف لأن راح يكون عندي داخل الأوتوكليف ضغط وبخار، فأتركه مدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة. بعد أفتح الكفر وآخذ الوسط اللي هو طبعا حار جدا أطلعه من الأوتوكليف، بعدها أتركه على البنج يبرد إلى تقريبا 45 إلى 50 درجة مئوية، بعدها أصب. فإذا كان عندي الوسط صلب راح أصب بالطبق، وإذا كان عندي الوسط سائل أصب داخل التيوبات أو الفيار. فأنا عندي هذا الوسط محضر ومعقم، راح أبدي أصب أشغل مصباح بنزل، طبعا راح المفروض يكون عندي المكان معقم حتى ما يصير عندي تلوث خلال عملية الصب. أشغل مصباح بنزل، راح يكون عندي هاي الأطباق، طبعا الأطباق تكون نظيفة ومعقمة. هذا الفلاسك اللي حضرته به الوسط الصلب عندي هذا اللي هو الماكونكي أجار. قبل ما أبدي عملية الصب أفتح الفوهة من الوسط، وبعدها أعقم فوهة الوسط حتى ما يصير عندي تلوث، بعدها أجي أصب بالطبق اللي هو نسميه بيتري ديش. أعقم فوهة، إذا ظل بقايا من الوسط أعقم أيضا مرة ثانية فوهة. بعدها ممكن ألهب الوسط فيما إذا يصير عندي فقاعات على الوسط، وأيضا زيادة في عملية التعقيم ألهب الوسط بهالشكل هذا. بعدها أترك الوسط يتصلب، بعد ما يتصلب الوسط ممكن يعني إذا عندي عملية زرع من عينات أو من مزارع بكتيرية موجودة على البليتات ممكن أجي عملية الزرع، وإذا ما كان عندي زرع على الوسط ممكن أخليها بالأكياس وأخليها بداخل الثلاجة. فيما إذا عندي وسط سائل
أسعارها عندي الوسط السائل هذا اللي هو نيوتريانت بروث، هذا محضر ومعقم. شو راح أصب هذا الوسط؟ طبعا الصب للوسط السائل راح يكون داخل التيوبات أو بالبيال. فأيضا نفتح الفوهة من الفلاسك بالشكل ونعقم فوهة الفلاسك. بعدها أفتح الكفر من التيوب وأصب الوسط داخل التيوب، وشغلي طبعا كله يكون قريب على اللهب. أسد الفوهة من التيوب وأترك الوسط وأشتغل عليه. ومثل ما ذكرت أنه الأوساط الصلبة نصبها على داخل البتري ديش، والأوساط السائلة يكون الصب داخل التيوبات أو الفيالات. طبعا عندنا مجموعة من كثير عندنا مجموعة من الأوساط اللي هي مثلا أوساط الصلبة الماغوكي أجار، نيوترينت أجار، سيتريمايت أجار، اس اس أجار، وأوساط كثيرة تنمو عليها مختلف أنواع البكتيريا. وايضا عندنا الاوساط السائله، ايضا عندنا نيوترينت بروث، بيبتون ووتر، جلوكوز فوسفيت، بيبتون ووتر، ايضا تنمو عليه انواع من البكتيريا حسب طبعا كل هاي الاوساط اللي تنمو عليها البكتيريا حسب نوع البكتيريا. وتظهر المستعمرات باشكال مختلفه بعد اجراء عمليه الزرع خاصه على الاوساط الصلبه. انتهينا من محاضرتنا اللي كانت عن تحضير الأوساط الزرعية.